نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد طبعا الحياة اللي بحياة الإنسان حياته التي يجد بيسير فيها مدعم أولا ممن أتى به إلى هذه الدنيا، آباءه وأمهاته وأقاربه وأخواته، خلان وعمان وأولاد الخال أولاد العم الجيران الأصدقاء المعارف المجتمع نفسه، بعد كده هو أيا من كان بيمر بيه أو غيره يتعرف وياه بيتعامل مع مجتمعه الصغير والكبير والعالم والبشرية. هناك رسالات وأفضل رسالات على وجه الأرض طبعا الرسالة المحمدية التي أتت هداية للبشرية، لم تأتي وإنما بعث للعالمين وليس فقط للبشرية الحاضرين وإنما كمان الغائبين الإنس والجن إلى يوم ولد إلى يوم القيامة. وطبعا كان مكتوب كمان في اللوح المحفوظ قبل أن يأتي منذ أن خلق الله السماوات والأرض. فنقول طبعا هذه إذا حياة الإنسان الواحد يجد نفسه فيها، بدأ بعلاقاته بتنمو بتفطر بتتردى بتقوى حسب ما بيجد والله المجتمع والترابط اللي فيه، الحضارة اللي فيه، النظام اللي فيه، الوضع اللي فيه، اللي بيجد نفسه فيه ما زال يعني متواصل مع الآخرين. أم هناك في تقطع لأي سبب من الأسباب لظروف طبعا المرض والحياة والموت والمتغيرات اللي بتحدث الحضارية والاجتماعية، هو نفسه كمان بيتغير بردك من مرض وموت واهتمامات وضعف وقوة وجرأة وأخطاء وأشياء كثيرة جدا. هذه هي الدنيا، لا أحد يعني مخلد إلا العمل الصالح، الشيء الإنسان اللي بيتركه عمل الصالح الكويس اللي بيظل وإن ذهب وإنما بيظل عمل موجود أيا ما كان الشيء ولو قليل، والواحد لا يستحقر القليل وإنما يعني أن يداوم عليه وأن يقوم بنية صادقة، ربنا بينميه وبيكثر. وأشياء كثيرة جدا الواحد بيجد أنها لها دورها وأهميتها في حياتنا، وقد بذلنا ذلك وأصبحنا نؤدي ما نستطيع أداؤه كما يجب وينبغي. فنقول الحمد لله على كل حال. الله المستعان، اللهم افتح لنا حالنا ويسر لنا أمورنا وأصلح لنا أحوالنا، آمين يا رب العالمين. الحمد لله على كل حال، ده ما نجده وما نؤديه وما نتعامل ونتفاعل إياه بصورة أو بأخرى بكافة الأساليب والاعتبارات المتواجدة معنا. الواحد بيجد حياته تطورت اختلفت، سواء كان انتقل من مكان إلى مكان أو سواء متغيرات وهو مكانه بيجد ما قد تم إنشاؤه ما قد اختفى من مباني من ناس من أحداث من انطباعات من ذكريات من إلى آخره. لا شيء يبقى على حاله، حتى السنة فيها متغيرات شتاء وصيف وخريف وربيع، كل فصل من هذه الفصول لها طبيعتها ولها مميزاتها ولها مواصفاتها ولها خصائصها. سبحانك يا رب لا إله إلا الله، هذه محياها بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، والله المستعان. الله